السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيشن جديدة وهنكمل السنجل أمينو أسيد ميتابوليزم، وهنتكلم في السيشن دي إن شاء الله عن الأروماتيك أمينو أسيدز. مين هم الأروماتيك أمينو أسيدز؟ الأروماتيك أمينو أسيدز هم الفينايل ألانين أند تايروزين، هم دول الأروماتيك أمينو أسيدز. ومعنى كلمة أروماتيك إن هم كونتينينج بنزين رينج، أو ساعات بنقول على البنزين رينج دي فينايل رينج، عشان كده بقول على الفينايل ألانين. فينايل ألانين لأنه هو حقيقي عبارة عن فينايل رينج، هي البنزين رينج وماسك فيها ألانين أمينو أسيد، فهو فعلا تركيبه الكيميائي عبارة عن فينايل وألانين، عبارة عن بنزين رينج وماسك فيه الألانين أمينو أسيد. زي ما اتفقنا إن عشان نذاكر الميتابوليزم أوف أمينو أسيدز المفروض أغطي النقط دي اللي هي الإسينشياليتي، الفيت، الإمبورتنس، أند إمبور إيرورز. أول نقطة نتكلم فيها الإسينشياليتي، فينايل ألانين is essential amino acid، يبقى أنا لازم أجيبه في الأكل، لازم أخده في الأكل، مش عارف أصنعه في جسمي. أما التيروزين فده ممكن يتصنع من الفينايل ألانين، فبالتالي هو non essential، يبقى الاثنين أروماتيك. الفينايل ألانين ده essential والتيروزين is not essential، إن هو synthesized from الفينايل ألانين. الفينايل ألانين بيتحول التيروزين عن طريق الفينايل ألانين هيدروكسيليز. هو الفرق بين الفينايل ألانين والتيروزين إن أنا هضيف هنا هيدروكسيل جروب. حتى ساعات بنقول على التيروزين بارا هيدروكسي فينايل ألانين، لان انا قصاد الكربون اللي قصاد الاتاشمنت بتاعت الألانين دي بسميها بارا، دي بارا كربون، فخليتها بارا هيدروكسي والباقي ده فينايل ألانين. هو ده مين؟ سوري، هو ده التيروزين. يبقى انا هحول الفينايل ألانين الى تيروزين عن طريق فينايل ألانين هيدروكسيز. يبقى احنا اتفقنا ان الفينايل ألانين is an essential amino acid، في حين ان التيروزين is not essential amino acid. ليه؟ لان انا بصنع التيروزين من الفينايل ألانين عن طريق الفينايل ألانين هيدروكسيد. هو الفرق بين الفينايل ألانين والتيروزين هو ان انا هاجي على الكربونه دي واضيف هيدروكسيد جروب، عشان كده ساعات بنقول على التيروزين ان هو بارا هيدروكسي فينايل ألانين. هو الفينايل ألانين بس انا جيت على البارا كربون. يعني ايه بارا كربون؟ دي الكربونه اللي قصاد الاتاشمنت بتاع الألانين فبسميها بارا كربون، فهو بارا هيدروكسي فينايل ألانين، ده هو التيروزين. يبقى هجيب التيروزين من الفينايل ألانين عن طريق فينايل ألانين هيدروكسيليز، أضيف هيدروكسيل جروب، وده عبارة عن أكسجينيز. يعني أكسجينيز يعني ده بيدخل أكسجين، بيعمل incorporation of oxygen جوه السبستريت. ده مونو أكسجينيز، بيضيف أكسجينة واحدة. يبقى أنا هضيف الموليكولر أكسجين وطلعه في صورة مية. طب أنا جبت الاثنين هيدروجين دول منين؟ جبتهم من التترا هيدرو بايبترين، ده هيدروجين كارير مش مشهور قوي بس هو الكو انزيم بتاع فينايل ألانين هيدروكسيليز. بجيبه من التترا هيدرو بايبترين، تترا هيدرو اللي هو فيه أربعة هيدروجين، هشيل منهم اتنين أطلعهم في صورة مية، يبقى أنا هيفضل لي هيدروجينتين اللي هو الداي هيدرو بايبترين. يبقى أنا هحول الفينايل ألانين إلى تيروزين عن طريق إن أنا هضيف له على البارا كربون هيدروكسيل جروب عن طريق انزيم اسمه فينايل ألانين هيدروكسيليز، وده عبارة عن مونو أكسجينيز، هيدخل لي أكسجينة هنا وهيطلع الأكسجينة التانية في صورة مية. طب أنا جبت الهيدروجين بتاع المية منين؟ من هيدروجين كارير اسمه البايبترين، دخلت التترا هيدرو في أربعة هيدروجين وطلعتهم داي هيدرو عشان خدت الهيدروجينتين التانيين في صورة مية. يبقى ده ليه الفينايل ألانين إسينشال، حاطه في الأكل، وبالتالي التيروزين هيبقى نون إسينشال أمينو أسيد. طب لو فرضنا ان انا عندي ديفيشنسي للفينايل ألانين هيدروكسيليز انزيم، لو انا في جسمي ما فيش فينايل ألانين هيدروكسيليز انزيم، في الحاله دي هيبقى التيروزين هيصبح اسينشال امينو اسيد. لو فرضنا ان انا ما عنديش التترا هيدروبايبترين، ده اللي هو الكو انزيم بتاع الفينايل ألانين هيدروكسيليز، في الحاله دي برضو هيبقى التيروزين اصبح اسينشال امينو اسيد. بس في الحاله دي بنسميه كونديشنالي اسينشال. يعني ايه كونديشنالي اسينشال؟ يعني اندر ذيس كونديشنز، يعني هو في الحقيقي نوت اسينشال. امتى يصبح essential اللي هي احنا بنسميها conditionally essential amino acid؟ لو ما توفرش عندي الحاجات اللي انا محتاجها عشان احول الفينايل ألانين الى تيروزين. تمام، يبقى ده الاسينشاليتي بتاعت الاثنين. نيجي للنقطه الثانيه اللي هي الفيت. دول ميكسد امينو اسيدز، ودول اول حاجه هناخدهم في الميكسد امينو اسيدز. يعني ايه ميكسد امينو اسيدز؟ يعني ممكن يدوني جلوكوجينيك اند كيتوجينيك، هيدوني جلوكوز وهيدوني كيتوبوت. ليه؟ لان هما هيدوني فيوميريت وهيدوني اسيتو استيت. الفيوميريت ده انترميديت في كريبس، واتفقنا عشان ابقى جلوكوز ادي انترميديت في كريبس او انترميديت في جلايكوليسيس،
فده بيديني الفيوماريك اسيد او اللي هو الفيوماريت وده انترميديت كريبت، وبيديني الاسيتو اسيد ده اوريدي واحد من الثلاثه كيتو بود زي ما احنا قلنا في اللايسين البيزك امينوز. هنجيبهم ازاي؟ هنقول دلوقتي لان ده مهم عندنا في الكاتابوليزم وهنتكلم فيه في الامبورتنس. الامبورتنس من اهم الامينو اسيدز اللي حضرتك هتتكلم عليه. اتفقنا ان انا ممكن اقول في الامبورتنس اوف اني امينو اسيد الفيت بتاعه هو هنا ماكسد وان هو انتر ان ذا فورميشن اوف بروتينز. لكن هنا بقى ده بيخش في حاجات مهمه قوي، بيخش في هرمونز مهمه جدا. تي 3 وتي 4 اللي هم الثايرويد هرمونز، هو اصلا تي 3 اختصار تراي ايودو تايروزين، تي 4 هو تترا ايودو تايروزين، وهنقول دلوقتي تصنعوا ازاي من التايروزين امينو اسيد. كاتيكولامينز اللي هم الادرينالين والنور ادرينالين بلس الدوبامين، دول برضه بيتصنعوا من التايروزين امينو اسيد. كمان الميلانين بيجمنت بتاعت السكن دي برضه بتتصنع من التايروزين امينو اسيد. يبقى الامبورتنس بتاعت مهمه قوي، ثايرويد هرمونز، الكاتيكولامينز والدوبامين والميلانين بيجمنت، دول بيتصنعوا من التايروزين امينو اسيد. كمان الامبورن ايرورز بتاعت الاروماتيك امينو اسيد مهمه قوي، فنتكلم في النقط دي بالتفصيل. تعالوا اول حاجه في الامبورتنس اوف اروماتيك امينو اسيد هي السنثيسيس اوف ثايرويد هرمونز. وازاي هصنع ثايرويد هرمونز؟ اوف كورس ده بيحصل في الفوليكلز بتاعت الثايرويد جلاند. الاول بيحصل ايودين ترابينج، هاخد الايودين من الدايت واعمل ترابينج جوه الثايروجلوبلين اللي موجود جوه الفوليكلز بتاعت الثايرويد جلاند. بعد كده بعمل اوكسيديشن للايودين ده في صوره ايودايت اللي هو الاوكسيدايزد فورم اوف ايودين، هو هيبقى ايودين بلس يعني فقط الكترون، فكده بقى ايودايت. بعد كده بعمل ايودينيشن للتايروزين، يبقى الاول بعمل ايودين ترابينج، باخد الايودين احبسه في الحته دي لان هو دي الحته اللي انا هحتاجه فيها جوه الثايرويد فوليكل، هو بروتين موجود في الثايرويد فوليكل اسمه الثايروجلوبلين. بعد كده بيحصل ايودين اوكسيديشن فيتحول الى ايودايت، وبعدين يحصل ايودينيشن للتايروزين. ده التايروزين، عشان بس اعرف انا بعد الرينج بتاعت الفينايل ازاي، الكربونه اللي ماسكه في الالانين هي دي كربونه واحد، بعد كده دي 2 3 4 5 6 تمام، يعني دي كربون 1 دي 2 3 4 5 6 يعني الهيدروكسيل جروب ماسكه في الكربون اللي قصاده دي البارا كربون، دي الكربونه رقم 4 اللي قبليها دي 3 واللي بعديها 5. لما اعمل ايودينيشن اللي هو اتفقنا بالايودايد مش بالايودين، يا اما هعمل ايودينيشن على الاثنين دول يعني هحط ايودين عند 3 وايودين عند 5 فكده هيبقى داي ايودو تايروزين، او هحط ايودين بس عند 3 فدي هتبقى مونو ايودو تايروزين. يبقى انا هعمل ايودينيشن يبقى مونو ايودو تايروزين او داي ايودو تايروزين. بعد كده هعمل كابلنج، ادمج اثنين في بعض. لو انا دمجت واحده من دي وواحده من دي هدمجهم ازاي؟ هشيل الالانين اللي في النص واربطهم، شلت الالانين اللي في النص وربطتهم. يبقى انا هدمجهم ازاي؟ هشيل الالانين اللي في النص دي وادمج الاثنين في نايل مع بعض واربطهم باكسجين، كده انا دمجتهم. حلو؟ يبقى انا كده هبقى ايه؟ هبقى تراي ايودو تايروزين. تراي ايودو بقى فين؟ الرينج الاولانيه 3 و5 والرينج الثانيه تبقى 3 برايم، عشان اقول ان دي الرينج الثاني. يبقى لو انا قلت 3 5 3 برايم ايودين اللي هي انا كده عملت ايودينيشن عند كربون 3 و5 من الرينج الاولانيه وكربون 3 اللي هي 3 برايم من الرينج الثانيه، ده بقى تي 3 اللي هو الموست اكتف فور او تراي ايودو تايروزين اللي هو الموست اكتف فور اوف ثايرويد هرمونز. طب فرضنا انا دمجت اثنين من دي، يعني انا حطيت دي بقى ايودين وايودين وهنا حطيت ايودين وهنا ايودين كده، يعني دمجت اثنين من الداي ايودو تايروزين كده هيبقى ايه؟ هيبقى 3 و5 و3 برايم و5 برايم اللي هي تترا ايودو تايروزين او اللي هي تي 4 تمام. طب فرضنا لا ده انا حطيت انا دمجت الاثنين دول اه بس انا حطيت دي الاول، يعني حطيت الرينج اللي فيها ايودين واحده الاول، فكده هيبقى 3 وبعدين 3 برايم 5 برايم، ده الريفرس تي 3 اللي هو عكس تي 3 فده inactive ده مش active 4. ودي الطريقه غالبا اللي انا بعمل بيها inactivation لل تي 4 في جسمي، ان انا عايز يتحول من active الى inactive او خلص الاكتيفيتي بتاعته هشيل ايودينا من هنا، فكده يتحول الى 3 3 برايم 5 برايم اللي هو ريفرس تي 3، عشان تعرف ربنا سبحانه وتعالى يعني ان الرينج دي تبقى مكان الرينج دي تخليه ان اكتف بدل مكان الموست اكتف. يبقى انا ازاي بصنع التي 3 والتي 4 من الثايرويد من سوري من التايروزين او من الاروماتيك امينو اسيد؟ الاول بعمل ايودين ترابنج وبعد كده بعمل اوكسيديشن اوف ايودين انتو ايودايد، وبعدين اعمل ايودينيشن للتايروزين بقى
هعمله عند كربون 3 و5 يبقى داي ايودو تيروزين، هعمله عند كربون 3 بس ديفينايرينج يبقى مونو ايودو تيروزين. اعمل كابلنج وادمج، لو دمجت 2 من الداي ايودو هيبقى ده تترو ايودو تيروزين، لو انا دمجت دي مع دي بدمج ازاي بشيل الالم اللي في النص واربطهم باكسجين بريدج، فيبقى دي لو قلنا ان هو من الاول كان 3 3 و5 وبعدين 3 برايم يبقى ده تي 3، لو انا قلبتهم اللي هي 3 وبعد كده 3 برايم 5 برايم يبقى ده ريفرس تي 3 او اللي هو الان اكتف 4. يبقى ده انا ازاي صنعت الثايرويد هرمونز من التيروزين. تاني فانكشن الكاتيكولامينز، تعال نشوف تاني فانكشن الفانكشنز اوف تيروزين اند اروماتيك امينو اسيدز هي الكاتيكولامينز اند دوبامين. دي طبعا من اهم الفانكشنز بتصنع من او من اهم الحاجات اللي بتتصنع من التيروزين. بيتصنع فين؟ في الادرينال مضله. الادرينال جلاند بندخل على الادرينال مضله بتصنع منه الكاتيكولامينز. كمان بيتصنع في النيرف اندنجز، يعني في دوبامين بيتصنع في البرين من النيرف اندنجز، كمان في السيمباثيتك نيرفز بيتصنع في النيرف اندنجز من برضه التيروزين امينو اسيد. بيتصنع ازاي؟ سواء كان في الادرينال مضلة او في النيرف اندنجز. بيتصنع ازاي؟ بيتصنع من التيروزين امينو اسيد whatever في الادرينال مضلة او في النيرف اندنجز. بيتصنع ازاي؟ هي على التيروزين، هشتغل عليه بالتيروزين هيدروكسيليز. التفاعل الكربونه دي اسمها البارو كربون اللي انا ضفت عليها الهيدروكسيل جروب، هضيف الهيدروكسيل جروب الجديده دي عن الاورثو كربون، الكربونه دي اسمها الاورثو كربون. فكده بقى في اثنين هيدروكسيل جروب فبسميه داي هيدروكسيفينايل الانين، وهو التيروزين كان عباره عن هيدروكسيفينايل الانين. فانا كده حطيت انذر كربون واحد عند البارو واحد عند الاورثو بذا سيم انزايم، يعني التاني كان فينايل الانين هيدروكسيليز وبيحط مونو اكسجينيز، بيدخل اكسجينه واحده وبيجيبها من المولكولر اوكسجين ويطلع الاكسجين الثانيه في صوره ميه وبيجيب الهيدروجين من الهيدروجين كارير اللي هو التترا هيدرو بايبترين بنفسه، بس بدل ما كان اسمه الثاني فينايل الانين هيدروكسيليز ده هيبقى اسمه تيروزين هيدروكسيليز، وهضيف الهيدروكسيل جروب عند الاورثو كارب كده هيبقى اسمه داي هيدروكسي فينايل الانين. تمام. وبعدين هشيل الكربون دايوكسيد دي هعمل له ديكربوكسيليشن بالدوبا ديكربوكسيليز، هشيل الكربون دايوكسيد دي فكده هيبقى اسمه دوبامين. دوبامين دي اللي هي بقى فيه امينو جروب بس ما فيهوش كربوكسيليك جروب، دي مش اختصار حاجه، هي دوبا بعدين امين اللي هي خلاص انا شلت الكربون دايوكسيد دي حطيت الايه الامينو بس فبقى اسمه دوبامين. يبقى تاني اشتغلت على التيروزين بالتيروزين هيدروكسيليز اللي هو شبه بالظبط الفينايل الانين هيدروكسيليز بنفس الكوفاكتور بتاعه، وهحط هيدروكسيل جروب عند الاورثو كربون كده بقى فيه اثنين هيدروكسيل جروب، فعملت الدوبا. الدوبا دي اختصار ايه؟ داي هيدروكسي فينايل الانين، لان التيروزين هو مونو هيدروكسي فينايل الانين. وبعدين شلت من الكربون دايوكسيد دي بالديكربوكسيليز فبقى اسمه دوبامين. تمام. وبعدين عملت له انذر هيدروكسيليشن، انذر هيدروكسيليشن في وجود فيتامين سي، وحطيت هنا الهيدروكسيل جروب ده كده النور ادرينالين، كده ده مين؟ النور ادرينالين. احول بقى النور ادرينالين ده الى ادرينالين ازاي؟ اضيف هنا ميثايل جروب بالميثايل ترانسفيرز. طب هجيب الميثايل جروب منين؟ هجيب الميثايل جروب دي من السام، اللي هو مين السام ده؟ اللي هو الاس ادينوزايل ميثايونين اللي هو الاكتيف ميثايل دونر اللي احنا اتكلمنا عليه في الميثايونين امينو اسيد. يبقى تاني الاول هشتغل على التيروزين بالتيروزين هيدروكسيليز اللي هو شبه الفينايل الانين هيدروكسيليز، وضيف له هيدروكسيل جروب تاني عند الاورثو كاربون كده تحول الى داي هيدروكسي فينايل الانين او اللي هو الدوبا. هشتغل على الدوبا بالدوبا دي كاربوكسيليز واشيل منه الكربون دايوكسيد تحول الى الدوبامين اللي اخره امينو جروب. وبعدين اشتغل عليه بانذر هيدروكسيليز هضيف له هنا هيدروكسيل جروب فكده بقى اسمه نور ادرينال او النور ابنفرين. النور ادرينالين او النور ابنفرين هحوله الى ابنفرين ازاي او الى ادرينالين ازاي؟ هضيف على الامينو جروب دي ميثايل جروب، هجيب الميثايل جروب منين؟ من الاكتيف ميثايل دونر اللي هو الاس ادينوزايل ميثايونين او السام، وكده هيبقى ادرينالين. تمام. اتفقنا بيتصنع فين؟ بيتصنع في الادرينال مضله وبيتصنع في النيرف اندكس. اكسر الكاتيكولامين ازاي؟ اكسر الكاتيكولامينز باثنين انزيمز، واحد اسمه كومت والتاني اسمه ماو. زي ما اتفقت مع حضراتكم المفروض ان الابريفيشنز معموله علشان تكتب ولا تنطق، ما اسموش كومت وماو. كومت هو كاتيكول، كاتيكول جايه من كاتيكولامينز، يعني انا بشتغل على الكاتيكولامينز. كاتيكول اورثو، اورثو اللي هي الاورثو كاربون دي، ميثايل
يعني هينقل ميثايل جروب على الاورثو كاربون دي ترانس فريز. شفت الدنيا سهله ازاي؟ يبقى كومت او اللي هي سي او ام تي دي اي دي اختصار كاتيكول جايه من كاتيكولامينز يعني انا هشتغل على الادرينالين والنور ادرينالين. اورثو يعني انا هنقل على الاورثو كاربون هنقل ايه؟ ميثايل ترانس فريز هنقل ميثايل جروب. يبقى الكومت ده بيشتغل على الكاتيكولامينز على الادرينالين او النور ادرينالين بيروح على الاورثو كاربون وبيضيف ميثايل جروب. فكده هيبقى مثلا الابينفرين هيبقى اسمه ميتانفرين والنور نور ابينفرين هيبقى اسمه نور ميتانفرين وبس. يبقى الكومت هيشتغل عليهم هينقلهم ميثايل جروب وهيحولهم لي هيحط هنا الميثايل جروب على الاورثو كاربون دي فتبقى او سي اتش 3. كده هيبقى بدل ما هو مثلا نور ابينفرين هيبقى اسمه نور ميتانفرين. ولو انا بتكلم على ادرينالين او ابينفرين اللي هو فيه هنا الميثايل جروب هيبقى اسمه ميتانفرين. تمام. بعد كده عندي الماو. الماو اختصار مونو. مونو يعني واحده. امينو يبقى انا هي على الامينو جروب دي. اوكسيديز يعني انا هشيل الامينو جروب دي واحط مكانها اكسجين. فشيل الامينو جروب دي واحط مكانها اكسجين عشان كده بسميه ماو او اللي هو المونو امينو اوكسيديز. انا ممكن اشتغل باي واحد من دول الاول. يعني انا ممكن اشتغل الاول بالمعو او اللي هو المونو امينو اوكسيديز تمام او اشتغل بالكونت الاول الكاتيكول اورثو ميثايل ترانسفيرز. وتفر انا عملت ايه في الاخر خالص الاثنين لما هيشتغلوا سواء كان على الابينفرين او النور ابينفرين اللي هيديهولي في الاخر اسمه فاينايل ماندليك اسيد او في ام اي. اسمه ايه؟ فاينايل ماندليك اسيد. يبقى نتيجه الكاتابوليزم او نتيجه تكسير الادرينالين النور ادرينالين في جسمي بالماو والكونت بالمونو امينو اوكسيديز والكاتيكول اورثو ميثايل ترانسفيرز. واتيفر انا اشتغلت بمين الاول، المهم ان انا هشتغل بالاثنين انزايمز. واتيفر انا اشتغلت على انهي فيهم الادرينالين او النور ادرينالين، الاثنين نتيجه تكسيرهم في الاخر بيديني الفي ام اي او الفاينايل ماندليك اسيد اللي بيطلع في الاخر خالص في اليوريا. طب لو انا لقيت ان الفاينايل مانديليك اسيد او كميه الفاينايل مانديليك اسيد اللي نازله في اليورين كتير، يبقى دي معناها ان انا كسرت ادرينالين ونور ادرينالين كتير. ده بيحصل في حالات الفيوكروموسايتوما اللي هي تيومر في الادرينال مضله بيطلع كميه كاتيكولامينز كتير، وبالتالي ده معناه ان انا كسرت كاتيكولامينز كتير. نراجع تاني الكاتيكولامينز. الادرينالين والنور ادرينالين هما الكاتيكولامينز اللي بيتصنعوا من التايروزين امينوز. بيتصنعوا منه فين؟ بيتصنعوا في الادرينال مضله اند نيرف اندكس. بيتصنعوا ازاي؟ اشتغل الاول على التايروزين بالتايروزين هيدروكسيليز اللي هو انزيم شبه الانزيم اللي صنعه من الفينايل الانين اللي هو الفينايل الانين هيدروكسيليز مونو اوكسجينيز. بيدخل اكسجينه واحده من المولكيولر اكسجين ويطلع الاكسجينه الثانيه بصوره ميه. وجايب الهيدروجين بتاع الميه منين؟ من هيدروجين كارير سبيسيفيك اسمه تترا هيدروبايبتين. هضيف الهيدروكسيل جروب الثانيه على الاورثو كاربون، فكده بدل ما كان هيدروكسيل جروب واحده ضافت على الفينايل الانين بقى اثنين، فهسميه داي هيدروكسي فينايل الانين او اللي هو دوبا. هشتغل على الدوبا بالدوبا ديكربوكسيليز واشيل كاربون دايكسايد دي فهتحول الى دوبامين اللي هو اخره امينو جروب. الدوبامين او الدوبامين بشتغل عليه بعد كده اضيف له انذر هيدروكسيل جروب بالدوبامين هيدروكسيليز في جود فيتامين سي. اضيف الهيدروكسيل جروب دي على الكربونه دي، ده كده بقى نور ابينفرين او نور ادرينال. عشان احول النور ابينفرين الى ابينفرين بده من له ميثايل ترانسفريز. نور ابينفرين ميثايل ترانسفريز. اضيف الامينو جروب على اضيف سوري ميثايل جروب على الامينو جروب. اضيف الميثايل جروب منين؟ من الاكتيف ميثايل دونر اللي هو سام اس ادينوزايل ميثايونين. بعد كده اكسر الكاتيكولامينز ازاي؟ باثنين انزيمز واتيفر مين اللي هيشتغل منهم الاول مش هتفرق، واتيفر انا بشتغل على الابينفرين او النور ابينفرين مش هتفرق. الانزيم الاولاني هو الكونت اللي هو الكاتيكول اورثو ميثايل ترانسفيرز. واتفقنا كاتيكول جايه من كلمه كاتيكولامينز اللي هو بيشتغل على الكاتابوليز of catecholamines. ortho لان هو بيشتغل على الاورثو كاربون، ميثايل ترانسفيرز بينقل عليها ميثايل جروب. هيحول لي لو انا بشتغل على نور ابينفرين هيبقى اسمه نور ميثانفرين، ولو انا بشتغل على ابينفرين هيبقى اسمه ميثانفرين. بعد كده اشتغل عليهم بالانزيم الثاني اللي هو الماو.
اللي هو مونو امينو اوكسيديز. المونو امينو اوكسيديز لو انا هشتغل مونو يعني هشتغل على امينو جروب واحده اللي هي دي، هشيلها واحط مكانها الاكسجين، فكده في الاخر لما يشتغلوا الاثنين مع بعض زي ما اتفقنا انا ممكن اشتغل بالمونو امينو اوكسيديز الاول وبعدين الكاتيكول اورسوميسايد ترانسفيريز او فايس فيرسا، وهشتغل على الاثنين اللي هم الايبينفرين والنور ايبينفرين في الاخر خالص الاثنين بيدوني ال VMA او اللي هو الفاينايل ماندليك اسيد. الفاينايل ماندليك اسيد في الاخر بينزل في اليورين. زياده نسبه الفاينايل ماندليك اسيد في اليورين انديكيشن ان انا بصنع كاتيكولامينز كتير وبالتالي بكسرها كتير، وده بيحصل في حالات تيومر في الادرينال مظله اللي هو الفيو كروموسايتوم. كده احنا خدنا اثنين فانكشنز للثايروزين، الثايرويد هرمونز اند كاتيكولامينز، فاضل واحده الميلانين بيجمنت. تعالوا نشوف.